لافوريا، الغضب الأحمر الذي يغيب في هذه السنوات بعد أمجاد. ترجع كورة ممتازة، الهدف الأول للهبوط، الهدف الأول ماركو أسنسيو، جولاتو ديل فرنكي. الريال بمن حضر والكورة الملكي 1-0 للمرينجي، هدف عالمي ذكرني تقريبا هدف دانيلو في مرمى نادي بايرن، ولكن هذا اشمل، هذا احلى، هذا حتى وين يسكن الشيطان هاوكا وين يسكن، هاوكا وين يسكن. 1-0 للريال مدريد، الكرة في المرمى وعنوان جديد لمباراة السوبر. 21 دقيقة بانتصاف التايم في الشوط الاول، بالريتم مباراة الهدف وكفى، ومباراة تقدم الريال بهدف ولا أروع من ماركو أسينسيو. تعرج الكرة لفريق الأندلس، إشبيليا يحاول، هل فريق الأندلس عنده شانس، عنده كرة، يشوت كرة خطيرة للتعادل، هدف التعادل ممتاز من إشبيليا، هدف التعادل وهدف تاريخي لإشبيليا، مطلب وأمان الثاني وتأمين الكأس الغالي، وإشبيليا يستحق في رأيي هذا التعويض وهذا التعادل. شوف التحضير والتهية من فيتولو، والضربة بطريقة الطليان، بطريقة نيكولا بيرتي، بطريقة اللاعب باجيو، وبطريقة para Carvajal, va Carvajal con todo, Carvajal para Lucas, la pone Lucas al segundo palo.